السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي ومتابعين قناة ذا فيوتشر كود؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. بهذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن الانفجار اللي صاير بعملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا راح أتكلم عن احتمال ارتفاع البيتكوين، راح نشرح كل هذا الشيء عن طريق الدعوم والمقاومات. أما باش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط راح يكون اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، شفنا اليوم ارتفاع كبير صار بعملة تيرا لونا كلاسيك، وصلت الى 0.3 اصفار 20. طبعا اصدقائي، بتكلمنا بالفيديوهات السابقه، طبعا نحن دخلناها توصيه ايام ما كانت ب 4.9. طبعا ارجعوا للفيديوهات القديمه بتشوفوا ان احنا نزلناها بال 4.9 في المنطقه داخل المثلث، طبعا صار كسر كاذب وبعدها انفجار بالسعر. اذا بنحسب الارباح الى حد الان اصدقائي، الاشخاص اللي مكملين فيها الى حد الان عندنا مربح تقريبا الضعف، او مربح بنسبه 106%. طبعا شو مصير هلا عمله تيرا لونا كلاسيك؟ حاليا نحن اصدقائي عند الترند، هذا ترند مهم جدا وقوي جدا لعملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا اذا تم كسر الترند اصدقائي، نحن بالتأكيد متوجهين الى شمعة الانطلاق اللي بتكون عند 29 او 30. في هاي المناطق اصدقائي رح نشوف انفجار، اذا تم الكسر رح نشوف انفجار بعملة تيرا لونا كلاسيك. ممكن العملة تحذف احد الاصفار، لكن اذا كسرت اقوى الدعوم اللي نحن حاليا متجهين لها في حال كسرنا الدعم المتواجدين عنده حاليا. طبعا الدعم او الترند الحالي اللي نحن عنده يعد اصعب الترندات، طبعا عند منطقة 0.3 اصفار 20. مجرد الكسر واغلاق شمعة اليوم اعلى هاي المنطقة، راح نشوف بالطبع راح نرتد الى شمعة الانطلاق اللي بدأت منها عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا بعد ما ننطلق واذا كسرنا هاي المنطقة ممكن نخترق ونحذف احد الاصفار، لكن اذا فشلنا بالكسر ممكن نرجع نستعيد اختبار الترند مرة ثانية ونرجع نحاول نكسر مرة ثالثة. لكن اذا كان زخم البيع كبير ممكن نكسر الترند ونرجع الى قواعدنا مرة اخرى. لكن حاليا اصدقائي هدفنا كسر الترند واغلاق على الترند. طبعا بالنسبة لمناطق الشراء المناسبة اصدقائي، مناطق الشراء عند الدعوم في حال انخفاض العملة الى الدعم الاول اللي هي عند 16 بيشتري ب 10% من رأس المال، وفي حال كسر والإغلاق أسفل ال 16 ممكن نتجه إلى منطقة ال 12. فأنا بشتري على أجزاء عند كل دعم. طبعا ولازم راقب الدعوم المخفية، وأكبر غلط تدخل بهيك عملة صفقة شورت، لأن صفقات الشورت أصدقائي ممكن تكون في ترندات مخفية، ممكن في دعوم مخفية أنت مالك شايفهم، تتعرض لخسارة كبيرة في حال ارتداد الى الاعلى. حاليا اصدقائي عندنا هدف عم نراقبه اللي هو اغلاق اعلى الترند عند مناطق ال 20. اما بالنسبه للبيتكوين اصدقائي، حاليا على فريم اليوم نحن تقريبا قريبين من تشكيل قاع مزدوج، بعد عده ايام ممكن نشوف ارتفاع للبيتكوين الى مناطق ال 30,000 دولار. الى حد الان نحن محافظين على مناطق 19500 الى 20,000، وهذا امر مهم جدا جدا. عندي ترند عند مناطق الارتداد الثلاثة اللي صارت أمامكم أصدقائي، طبعا في كل عملية عم نرجع نختبر منطقة ال 25,000 دولار. حاليا أصدقائي ممكن نرجع نختبر منطقة ال 25,000 دولار، إذا كسرنا منطقة ال 25,000 دولار بالتأكيد رايحين ل 30,000 دولار. حاليا أصدقائي أنا متفائل جدا بسوق العملات المشفرة، وبتوقع ارتفاع كبير يصير للبيتكوين في الأيام القادمة. طبعا ثباتنا على الترند هذا امر ايجابي جدا، نحن حاليا بعمليه تجميع على فريم الاربع ساعات وعلى فريم الواحد يوم. حاليا عم ننتظر اصدقائي، هدفنا الاول هو ال 22,000، بعد ال 22,000 اصدقائي هدفنا ال 25,000، بعد 30,000. كل هاي المقاومات اصدقائي رح تنكسر، طبعا مقاومه ال 22,000 مقاومه سهله، مقاومه ال 25,000 مقاومه عنيده نوعا ما، والمقاومه الاعند هي منطقه ال 30,000. لهيك اصدقائي عم نراقب البيتكوين، انا متفائل بصراحة بالبيتكوين والعملات المشفرة، ومتفائل بعملة الويفاز. طبعا عملة التي ار بي بالامس انهارت بشكل كبير جدا، حاليا سعرها 19 دولار، هاي العملة نزلت من 46 دولار، يعني بعد العملة ما وصلت الى 47 دولار او 48 دولار، حاليا عم نشوفها بسعر 19 دولار. طبعا اذا معك سيولة كافية بتقدر تشتري بجزء بسيط من رأس مالك بهاي العملة. طبعا عدد قطع العملة 2 مليون قطعة،
طبعا مناسبة جدا للاستثمار، مناسبة جدا للتخزين للمدى البعيد. طبعا سبوت ممكن تربح منه الضعف او ضعفين في الايام القادمة او في الاشهر القادمة. لهيك اصدقائي انا حاط مبلغ ممكن يخزن من هاي العملة، لكن انا ما بخزن مبلغ يفوق 10% من رأس المال، لان هيك عملات اصدقائي خف الزخم، ما في عندي عمليات شراء كبيرة. لكن بما انه عدد القطع 2 مليون فقط، فممكن العملة تنفجر في حال دخلتها سيولة مرة اخرى. اصدقائي بنكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك القناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.